للمزيد من المتابعة والتفاصيل حول الموقف الأوروبي بشكل عام وتحديدا الألماني بشكل خاص ينضم إلينا عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز من برلين الآن. عربي تحياتي لك في البداية وتداعيات الموقف الألماني تحديدا مع التطورات الروسية معه، ماذا ما الجديد لديك؟ مساء الخير آية عليك وعلى أحمد. الحقيقة الجديد في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية هي الأزمة الاقتصادية بشكل عام، هي أزمة الغاز هنا في ألمانيا. دي الأساس الآن في جميع المناقشات داخل الحكومة الألمانية وداخل أوروبا بشكل كامل. بالأمس كانت هناك 3 اجتماعات على مستوى حلف الناتو وأيضا الاتحاد الأوروبي، كل وزراء الطاقة الأوروبيين والاقتصاد أيضا اجتمعوا جميعهم مع بعض بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية لتناقش حول هذا الأمر. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن هي قدرت تعرض هذا العام تقريبا 15 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبنهاية هذا العام ربما في المستقبل سوف تصل إلى 50 مليار متر مكعب. ولكن المناقشات النهاردة هنا في ألمانيا ردا على هذا الأمر تحديدا من الحكومة الألمانية وأيضا الخبراء الألمان، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج سنويا تقريبا إلى 500 مليار متر مكعب من الغاز. الأزمة الأساسية أزمة الغاز، النفط بالطبع هناك أزمة في النفط وفي الفحم، لكن من الممكن استبدال المصدر الروسي بأماكن أخرى، ولكن الغاز هو الأساس في هذه الأزمة جميعا. ألمانيا بمفردها يعني بتحتاج سنويا تقريبا بنتكلم في 90 مليار متر مكعب، فبالتالي جه الرد عن ال 15 مليار متر مكعب اللي هتورده من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة من هذا العام غير كافية تحديدا للمطالبات الأمريكية للجانب الألماني والاتحاد الأوروبي بالبعد بشكل كامل وعدم شراء الغاز من الجانب الروسي. ألمانيا أعلنت بشكل كامل حسب وزير الاقتصاد الألماني بمنتصف هذا العام سنستعمل فقط ربما نصف الواردات التي تأتي من روسيا، وربما بحلول عام 2024 سوف نبعد عن الغاز الروسي بشكل كامل، ولكن هذا الأمر أيضا مشكوك فيه. الحقيقة البدائل اللي بيقوم بيها روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني طول الوقت بيسافر عدة دول، النرويج ودول عربية ومختلف دول العالم وأيضا كوريا الجنوبية واليابان، لمحاولة ان هو يوفر 90 مليار متر مكعب لألمانيا بشكل كامل. لحد الآن في يعني أمور مبشرة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا توجد ضمانات حتى الآن، لا توجد ضمانات حتى الآن لعدم استيراد الغاز من روسيا، وان المانيا تقدر توفر 90 مليار متر مكعب خلال الفتره المقبله من دول مختلفه في العالم. المانيا زي ما قلنا الفتره اللي فاتت والاتحاد الاوروبي ما عندوش بنيه تحتيه ان هو يشتري الغاز من اي مكان تاني في العالم، الغاز المسال للولايات المتحده الامريكيه. طيب عربي هم